ونحن الليلة في المستوصف الشمالي في أبي عريش، معنا الأخ والزميل الأستاذ أحمد حمزي، إمام وخطيب جامع أبي عريش الأوسط. وكذلك دكتور محمد الأمير مدير إدارة الحدث في هذه الليلة في تطعيم كورونا. ما هو الأستاذ قاسم مدير القطاع الأوسط. ما شاء الله تبارك الله، فرصة سعيدة. ماذا تقولون لقناة أبو مطرن الحدث خلال هذه الليلة؟ أترك الحديث الأخ أحمد. نقول التوعية بالاهتمام بالوقاية، فإن الوقاية خير من العلاج. أنت يا أخينا. والله أنا أيضا أوصي جميع عامة الشعب وكافة الشعب بالمبادرة لأخذ لقاح كورونا، وذلك للوقاية، وكما قال الشيخ أحمد الوقاية خير من العلاج. نقول للجميع بادروا لأخذ لقاح كورونا، وهو متوفر الحمد لله في مراكز التطعيم. وأنا باسمي وباسمكم نشكر مستوصف مركز الرعاية في أبي عريش الأوسط الشمالي، وأنا واحد من الذين تم تطعيمي في هذا المساء. كذلك نماذج إن شاء الله في هذا، والأخ كذلك أحمد حمزي الزميل، والأخ أحمد حمزي هذا برضو لأن أخذ اللقاح. ونهيب بالجميع كلهم أنهم يبادرون، لأن الوقاية خير من العلاج كما قال أستاذنا وزميلنا أحمد حمزي. والله وشكرا لكم لإتاحة الفرصة.